أسألك أنت ليه؟ هو أنت غريبة؟ إنما هو غلبان يا حبة عيني، عايش لوحده يا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن إذنكم. تعالي هنا بنت، تعالي يا بنت، أنا ولا أنا عايزاك في كلمتين. بقول لك إيه يا حمدي يا حبيبي، خش السفرة اقعد العب شوية على ما أجيلك. حاضر يا خالتي. تعالي اترزي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان أنا وافقت إن تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره، اللي ياكل على نفسه يبقى بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عليش. انا اسف، انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا؟ خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه، روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه، هتاكل منك حته. والله مولين كده يا واد، ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحه فين يا نواه؟ رايحه كوافه. حاولي تساعديني عشان تيمور وابو جايين، عايزه ارجع ما الاقيهوش. طيب طيب بس ما تتاخريش. بابا يا ماما. مفيش سلامه يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبه ده؟ يا اخويا انا ماليش راي، الراي راي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقه، ما وافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهيه. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ ما الشارع واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق جمال. مش عاجباك العربية يا شباب؟ بابا ما كترش في الكلام، ما تفتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش في الكلام، خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. الناس بتتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن؟ انا اتهرس لحد ايه؟ انت في بدي لك عليك. تيمور تيمور. انا لا كان معاه واحد صغير بس سافر. فين اخبار الخاله نوسه؟ ايه من السفره؟ بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب نولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش برا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش ايش يا ماما جايالك يا نوال؟ ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر يا بابا. ما تقولش كده والله، ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. بيني وبينك
بابا بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف فتفوق فيها كام؟ ايه يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزل حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفالة الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول استر من عيني. يا عم احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال. جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا قاعده علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشا؟ انت ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت